لمزيد من التفاصيل حول الملف السوري ينضم إلينا من مدينة إسطنبول التركية رئيس هيئة الإنقاذ السورية أسامة الملوحي. أهلا بكم سيد أسامة. حياكم الله. حياكم الله. وفقا لتصريح نصر الحريري فإن اتفاق إدلب يعد فرصة حقيقية لانطلاق العملية السياسية في سوريا، ما مدى صحة هذا التصريح إذا أسقطناه على المعطيات الميدانية على الأرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا تصريح غريب جدا، واسمحوا لي أن أقول لأن فيه عدمية من الفهم السياسي يعني والفهم الثوري أو الارتباط الثوري، ارتباط بالثورة ولماذا قامت الثورة والمطالب بالحريات والتخلص من الطاغية. على كل الأحوال يعني نصر الحريري يمثل اليوم مجموعة من السياسيين استطاع ديمستورا أن يخدعهم وأن يلعب بهم وأن يعبث بهم، وأضاف إليهم منصات ومنصات وأصبحوا يعني أداة معطلة وأداة تنفذ فيها يعني من خلالها روسيا وأمريكا تنفذ سحق للثورة السورية. في الحقيقة الثورة السورية ما زالت، لا ما زال لها وجود في المناطق المحررة في إدلب وغير إدلب، ولكن هؤلاء يعني أصبحوا أداة بيد من يريد إنهاء الثورة السورية المباركة. بالحديث عن الحل السياسي وفرص صناعته، لماذا برأيكم يمنع النظام المدنيين في القابون ودارية، يمنعهم من العودة إلى منازلهم؟ هناك الحقيقة تفاصيل كثيرة تتعلق بالتغيير الديمغرافي في محيط دمشق، والنظام بلا شك يعني يريد تغيير جذري وهائل في محيط دمشق. الحزام من حول دمشق الذي كله تحرر، كل الحزام بمنطقتين يعني بعمقين تحرر، وكان إلى حد قبل التدخل الروسي يعني محررا ويهدد وجود هذا النظام الطاغوتي. على كل الأحوال هذا التخطيط لدارية وللغوطة الشرقية ولمناطق القابون وكل المناطق التي ثارت ضد النظام تخطيط يجري على قدم الوساق، ويرتبون الأمور لكي تكون هناك سيطرة يعني على المدى البعيد لهذا النظام. ونحن نشير دائما إلى أن هناك توطين لإيرانيين أو حتى مجنسين ولكنهم تابعين لإيران في محيط دمشق، ليس فقط الجنوبي وإنما حتى الشرقي والغربي في مناطق دارية وغير دارية. سيد أسامة، لكن يعني يبقى هذا الحل السياسي الذي يتحدث عنه الحريري ويتحدث عنه ديمستورا وكل تشكيلات السياسية في سوريا، يبقى كان يعني مطلب من مطالب الثوار الوصول إلى مرحلة صياغة جديدة للدستور في سوريا، أليس كذلك؟ لا يوجد طبعا حل سياسي مطروح من قبل الثورة أو من ادعوا أنهم يمثلون قوى الثورة والمعارضة. الحل السياسي يتعلق بمسألة بسيطة، يعني هي مسألة واحدة وهي بقاء بشار الأسد. إذا كان بقاء بشار الأسد يعني أمر يغير في الحوار والنقاش وحتى في الإعلام، فهو في الحقيقة المحور الرئيسي لكل ما جرى في سوريا، ليس فقط من 7 سنوات وإنما منذ 50 سنة يعني كوجود لآل الأسد. الحل السياسي هو فقط بمغادرة هذا الطاغوت بشار الأسد أن يغادر السلطة، وكل التفاصيل الأخرى نستطيع أن نتنازل وأن نتساهل وأن تكون يعني عرضة للحوار وللمرونة. هذا أمر مهم جدا. إذا كان الحل السياسي اليوم الذي يستجيب له الحريري وغير الحريري يستجيبون لأمر رتبه ديمستورا خلال 4 سنوات، وهو أن الأمور كلها أفضت إلى دستور خطير فيه مواد خطيرة وانتخابات. الانتخابات إذا جرت في سوريا في ظل وجود الأجهزة القمعية سيفوز بها بشار الأسد. نعم، سنتحدث عن هذا السيناريو لكن قبل ذلك سألك عن مصير الميليشيات الإيرانية المتواجدة في سوريا ومدى إمكانية عرقلتها لهذا الحل السياسي كما تفعل منذ سنوات. يعني نحن نقول لا يوجد حل سياسي، إنما هو عرض لقضايا، لكن على أرض الواقع يوجد بوادر لتهيئة الأرضية لصياغة هذا الحل السياسي. لا يوجد إلى الآن طرح جدي وطرح واضح لمغادرة الميليشيات
التابعه لايران مغادره الاراضي السوريه. وحتى لو حصل مثل ذلك نحن نعلم ان هناك تجنيس وهناك دمج لهذه الميليشيات ضمن ما يسمى بالجيش العربي السوري. يعني هؤلاء ممكن ان يتجنسوا، ممكن ان يلبسوا لباس الجيش السوري وان يبقوا على الارض، وتكون هناك مغادره شكليه اعلاميه وهميه لبعض الميليشيات تغادر ثم تعود. هؤلاء دخلوا ليستوطنوا، دخلوا تحت وعود باراضي واستثمارات والى ما هنالك. لذلك دعونا ننظر الى التعاون الامريكي الايراني في كل المنطقه، ليس فقط في سوريا، في العراق، ولا تغيب عن انظارنا العراق كم فيها من تعاون وطيد افضى الى الحكومه الحاليه، الحكومه الحاليه العراقيه، تعاون وطيد بين امريكا وايران وتقاسم وتفاهم، ولن يكون التفاهم في العراق ويكون هناك مواجهه وحرب في سوريا. سيد أسامة، ما هو السيناريو الذي تتوقعونه في حال فشل محادثات صياغة الدستور الجديد، خاصة وأنه يتضمن بشكل أو بآخر تمديد لبقاء الأسد في فترة أولية؟ اليوم لدينا في تشكيلات الهيئة العليا للتفاوض، يعني من هم من أنصار النظام وموالين للنظام أكثر ممن يعني نملك اشخاص يعني موالين للثوره، لذلك النظام اليوم يسيطر على كل، لا يوجد الا 5% ربما يحاولون ان يعني يبعدوا بعض المواد في هذا الدستور، لذلك الدستور كما يريدون سيمضي وسيدخل حتى الى مجلس الامن عن طريق يعني الايام الاخيره للديمستورا، وستكون هناك الانتخابات التي ذكرناها انها اخطر سيناريو يمكن ان تنتهي اليه القضيه السوريه. رئيس هيئة الإنقاذ السورية أسامة الملوحي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.